في برنامج المرأة والأسرة حديث ومغزل. الحياة النفسية أو الحياة الصحية المتعلقة بالنفسية ديال المرأة موضوعنا اليوم. علاش؟ لأنه المجتمع كيمارس واحد الضغوطات كبيرة على المرأة. هاد الضغوطات كتقدر تبدا بواحد السن مبكر، بانه البنت ملي كتكون باقا في دارهم وباقا يمكن صغيره في مرحله المراهقه عندها بزاف ديال الضغوطات، خصها تقرا في نفس الوقت خصها تعاون ماماها، وكنبداو نحطوا البنت في واحد المجال ديال المقارنه، انت اللي خصك ديري وماشي خاك. هذا ضغط كتعيش فيه الفتاه المراهقه. من بعد البنت كتوصل لسن الزواج عاوتاني كتقدر تعيش في واحد الضغط اللي سميتو واش ما غتزوجيش، واش باقي ما غاديش نفرحوا بك. هذا الضغط النفسي راه ما تيحسوش به الناس اللي تيبقاو يقولوا هادشي للبنت اللي باقي ما كتبش ليها الله انها تزوج. كتب ليها الله تزوج، فرحنا بها ياك، وداس الزواج. من بعد عاوتاني كتبدا تعيش واحد الضغوطات كبيره جدا في هذه المرحله، لانه كتقدر تتحمل واحد المسؤوليه اللي يمكن هي ما عندهاش عليها فكره وما عارفاهاش. المجتمع كيبدا يضغط في هذيك المرحله ديال الزواج، ديال تكوين الاسره، ديال المسؤوليه. ملي كيجيو الوليدات والوليدات وهما تيكبروا، مسؤوليتهم كتزيد كتكبر عليهم. فالمراه ملي كتعيش في هذه الضغوطات كبيرة في مراحل مختلفة في العمر ديالها، هاد شيء أكيد ما عنده تأثير يا إما على النفسية ديالها يا إما على الصحة ديال الجسم. ممكن يبانوا فيها بعض الأمراض، واش هاد شيء ممكن أنه يأثر لها حتى على الهرمونات ديالها، يغير لها من جودة الحياة ومن نظرتها للحياة ككل. اليوم ديال الله وانتي كتابعينا بغيناك تفتحي لنا قلبك وتقولي لنا شنو كيتعني لك ضغوط الحياة، فين هاد ضغوطات الحياة، كيفاش انتي كتصوريها في حياتك، فين كتعيشيها في تفاصيلك اليومية، واش هاد شيء كيخليك واحد النهار تقولي صافي عييت. الجملة الشهيرة عند الأم المغربية، حنا كنا كنضحكوا بها شحال هادي من ولينا امهات، عرفناها غنهز جلابتي ما غتعرفوني فين مشيت. راه ما كتقولها الام الا وفعلا باغا تمشي لشي بلاصه ما يعرفها حتى واحد فين مشات غير باش ترتاح. الدكتوره فدوى السعداني المعالجه النفسيه والجنسيه، شخبارك؟ الحمد لله لاباس، كيف دايره انت لمياء؟ الله يبارك فيك. كلنا كتجينا واحد اللحظات كنبغوا نهزوا جلابتنا وصاكنا ونمشيو ما عرفنا انا اللي كتعجبني هي الجلابه، كل شيء في الجلابه. عرفتي علاش الجلابه؟ ما كاينش بروتوكول، لابسه بيجامه فوق من الجلابه وغنخرج، يعني اسرع ما يمكن، اسرع طريقه باش نهرب. كنظن هذيك هي الطريقه اللي كتعبر بها المراه على العياء، على التعب، على الارهاق، وعلى حتى واحد نوع ديال شوفوني ردوا لي البال، راني عييت، راني ما نقدرش ندير كل شيء، ردوا لي البال كلكو با. يعني من واحد الناحيه هي بحال واحد الانذار كديروا، يعني ردوا لي البال، راني عييت، راني محتاجه تشوفوني، شحال من حاجه كندير، شحال من ضغط راني هزاه، ردوا لي البال. نعم فعلا هذه المساله ديال ردوا لي البال، لانه المراه كتعيا والمراه طبيعتها صباره دكتوره. حنا كنصبروا يعني مقارنه بالرجال، تنخبيو شويه عندنا لداخل، كتقول له صافي اليوم غدا. الام كتبدا تقول لك لا انا عندي مسؤوليه وعندي وليدات وعندي زوج، وزيد على ذلك الضغط المجتمع. والمجتمع كنبداو حنا نقارنوا، المشكله كنلقى غير العيالات مع بعضياتنا، كنبداو نقارنوا مع بعضياتنا ومالها شنو اللي عندها، وهذيك جالسه غير في الدار وسعداتك، لا انت راك خدامه بعدا كتخرجي تفوجي. سمح لي دكتوره نذكر المستمعات بالرقم ديالنا، تواصلوا معنا 05 22 77 24 24. هذا رقمنا المباشر عبر الفيسبوك راديو اصوات باج اوفيسيال. مرحبا بك لالا، وقولي لنا انت الضغوطات النفسيه اللي كتعيشيهم في حياتك اليوميه كأم، كزوجه، كبنت باقا ما تزوجتيش، كسيده اللي باغا توفقي ما بين حياتك العمليه وما بين حياتك الاسريه، وكتقلبي تكوني زوجه مثاليه وام مثاليه. وفي هذا الشيء كامل بعض الخطرات المراه كتنسى راسها باش تكون مراه مثاليه في عين في عين نفسها دكتوره، ولات مطالبه انها تكون حتى مراه مثاليه. يعني دابا بعدا مزيان اللي قلتي هذه الكلمه ديال المثاليه، لان هي في اللب ديال المشكل وفي اللب ديال الموضوع. هو ان ما حد المراه كتقلب على المثاليه والمجتمع كينتظر منها المثاليه، الا ان الضغوطات غادي تزاد وما عمرها ما غتوصل لهذيك المثاليه، وغتبقى في حاله عدم رضا. والناس اللي كيتسناوها تكون مثاليه غادي يبداو كيديروا لها واحد تعليقات سلبيه، غيبداو يقول لها انت ما كديريش الى اخره. اذا اول كلمه اللي خصنا نحيدو هي المثاليه، لان دابا احنا عارفين باللي فوقتنا الحالي المرأة ديال هاد الوقت، وغادي نقولوا من هادي 60 عام ما نظنش واش يلاه المشكل يلاه واقع دابا، ان كثرات الادوار ديال المرأة.
بقات غدا وكتزاد غدا وكتزاد، بحيث ولات باقي عليها المسؤوليه ديال الدار بما فيها شقه، جميع طياب طياب، اعتناء بالمنزل، اعتناء بالحويجات، اعتناء بكاع اللي كيوفر الراحه للناس اللي ساكنين في هذيك الدار. هذه من جهه. ضاف لها الدور ديال الخدمه على برا بالنسبه لبزاف ديال النساء، ضاف لها الدور ديال انها خصها تكون مع وليداتها وتوصل وتجيب وتدي، يعني حوايج اللي ربما ما كانش بزاف قبل كان الدري كيخرج كيمشي لمدرسته على رجليه مثلا، لا خصك توصلي وتحطي وتجي وتدي وتجيبي الى اخره. تزاد لها الدور ديال تزيدي تكوني معلمه في الدار ولا استاذه، وتعاودي تقري وتعاودي ديري التمارين، تشوفي لي دوفوار واش داروا واش ما داروش، تعرضي تحفظي الى اخره. تزاد لها بياسو عندها الدور التربوي، اش غنربي هذا الوليد، كاش غنوري ليه. وبعض المرات الدور التربوي اللي غنقولوا كان يقدر يتفرق بينها وبين الاب اللي غتولي تاخذه كامل، يعني مثلا خصها تربي على الدين وتربي على الترابي وتربي على الادب وتربي على الصواب وتربي على النظافه وتربي الى اخره الى اخره. عاد ضيفي عليها انها خاصها تكون كانسانه في العائله ديالتها، هي بنت واحد الوالدين، الا مرضوا الوالدين شكون اللي غيهزهم؟ البنت تقدر تكون يكونوا محتاجينها، يقدروا يكونوا هذا. ضيف عليها الوالدين ديال الزوج اللي حتى هما يقدر يكون عندها عندها دور معاهم. ضيف زيد عليه ذاك الدور ديال انا اللي كنضيف الناس، كيجيو عندي العائله كيتجمعوا عندي الى اخره. زيد عليه الادوار ديال خصني نتقدى وخصني نجيب وخصني نتكلف. ضافت بعض المرات حتى الادوار ديال خصني نقاد هذه الحاجه في الدار لان الزوج مشغول ولا راه ديبلاسمون ولا ولا ولا، اللي بعض المرات حتى هذه الادوار ولات كتاخذها النساء. ايوا ونزيدوا لا بركه لا ليست طويله. نضيف دور اخر اللي ولا مهم بزاف دابا، هو خصك تكوني زوينه وديها في راسك، ومن الافضل رشيقه الى ولا مهم في واحد الشكل في واحد الفورمه اللي هو باغي يشوفك فيه مهم. وتكوني كتديها في راسك وفي يديك وفي رجليك وفي شعرك وفي وا 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 وا، وتكوني مستعده انك تكوني ديك المراه اللي كتكون مع الزوج وكتهضر معاه وكتكلم معاه والحياه الحميميه وا وا وا. بارك عرفتي كتهضري كنقول ولو يكون روبو ويبغيو يصوبوه ويديروا فيه هذا البرنامج كامل، داك الروبو غينطق غيقول لهم راه ما يمكنش غيطفى شي روبو غيطفى، غتجي لا يخسر عليهم غيطفى ويقول لهم انا ما خدامش. داكشي علاش المراه كتبغي تلبس جلابتها وتهرب حيت ساعه كتولي عندها. المهم لافونتاج ديال المراه اللي جات في الدار على الاقل عندها واحد السويها كتجلس فيها تتبوزي وكتفكر في المشاكل وتفكر في اورغانيزي ولا شو شو فهمتي. ولكن المراه اللي كتكون كتستغل عندها مشكل اكبر، يعني ما غاديش نكذب عليك كاين ضغوطات ماديه هي اللي كتخلي المراه انها تخرج للزنقه وتخرج تخدم وهكا. حيت دابا المعادله ما عرفتش انا كيفاش نحلها، انا بغيت نخرج نخدم، ولكن انا كنشوف حتى المراه ديال الخدمه تخرجي تخدمي راه غتخلقي مشكله اكبر فهمتي، يعني وتولي حتى ولادك ديزورغانيزي ايه الا دخلتيهم مدرسه بريفي الى المهم. ذكرتي واحد النقطة مهمة، شكرا لك فاطمة نظر على المداخلة ديالك. واحد الضغط خطير كيعانيو منه دابا السيدات اللي جالسين في الدار، اللي خدات قرار انها غتجلس قارية ولكن بغات تجلس تربي ولادها، تولي المجتمع تيشوفوا فيها ايوا انت قريتي تا عييتي وجلستي في الدار وكيقولوا كاع والديها وحنا قريناك وخسرنا عليك وفي الاخر غتمشي تجلسي تخدمي على بور ركابي ولادك. اونتخ بارونتيز هادشي هو اللي كاين، هادو هما الالفاظ اللي كنقولوا للاسف. كنقول للاسف لان كيتعتبر فشل، هو راه ماشي فشل، هو راه اختيار. اختيار غنتكلموا عليه من بعد الفاصل، نعود خليكم معنا. إيما على راديو أصوات مع الدكتورة فدوى السعداني المعالجة النفسية والجنسية، موضوعنا ضغوطات الحياة اللي كتعيشهم المرأة كل يوم كيفاش كيأثروا عليها. دكتورة فدوى السعداني وقفنا مع الاتصال ديال فاطمة الزهراء، ولكن قلتي لي مازال كاينة ضغوطات أخرى ما هضرناش عليهم. كاين واحد الضغط اللي هو مهم، هو أن ولات بزاف د المرات المرأة هي المدبرة المالية ديال الدار. بمعنى ان هذا هو المصروف غتكلفي به، يعني انت اللي خصك تعرفي كيفاش تخرجي هذاك الشيء اللي مثلا سواء كانت خدامه او ما خدامهش كيفاش غتخرجي الدار، يعني هذا ضغط اضافي. وكاين واحد الضغط اخر اللي ولا بزاف دابا، اللي هو الضغط ديال لي ريزو سوسيو ديال مواقع التواصل الاجتماعي، لان ولات واحد كل واحد كيبين شي صوره واحد الجانب من الحياه وكيبينوا لك بطريقه مثاليه. مثلا كاينه اللي غتبين لك دارها متوله غزاله فنه كتحمق ما عرفتش كيفاش، كاينه اللي غتبين لك باللي الطبله محطوطه باشهر
ما يؤكل، وكاين اللي غتبين لك كيفاش هي الجمال ديالها كتكلف به وكتقد به، وكاين اللي غتقول لك انا ها كيفاش كنربي وليداتي، شوفوني كيفاش انا مربيه وكذا وكذا، وكاين اللي غادي توري لك السفرات الجميله اللي كتسافر و اذا اضافه على الضغوطات كاملين هو ان ولا داك سقف التطلعات غادي وكيطلع. يعني الواحد كيدخل كيضرب واحد الدوره في شي واحد من مواقع التواصل الاجتماعي وكيخرج منه ما راضيش على الحياه ديالو، كيبغي كيزيد يبغي يوصل لداك الشيء. حتى الا كانت المراه قبل ما تدخل كان عاجبها صالونها كتخرج ما حاملاش، كتولي زايده على راسها ضغط اخر، لا خصني نقد هكا، لا خصني نبدل الديكور، لا خصني ندير، لا خصني ندير، وكتولي كتضيف ضغوطات اخرين، وهذا الشيء خطير. تكلمنا قبل من الفاصل على المراه ملي كتختار تجلس في الدار وتربي وليداتها، قاريه ما قارياش، خدات دبلوماس ما خداتش، هذيك حياتها قبل الزواج. ولكن قررت انها تجلس، حتى الضغط ديال المجتمع كيقدر يبدا من الاسره، قريتي تعيتي وغتجلسي تقبلي الراجل والدراري راه ما غيقلوش عليك، هذه حتى هي كتقال بزاف. للاسف كتولي عايشه المراه عايشه كتفكر. شوف لان شنو هو المشكل، المشكل هو ان الدور ديال ربه البيت واحد الفتره تنقص من القيمه ديالو، كانه ما عندوش قيمه، وهو بالعكس راه انك تربي جيل. لان انا ناخذ واحد المثال بسيط، حنا ناخذ شي خدمه المحاسبه، غنجيبو جوج ديال الناس يكفي ان نكون علمنا لهم المحاسبه، راجل او امراه، ياك غتحطهم غادي يعرفوا يديروا داك العمل، ولكن تجيب اي شخص اخر علمتي ليه المحاسبه غيعرف يديرها. ولكن الوليدات شكون من غير والديهم اللي غيربيهم؟ حنا نقولوا الاب ما يمكنش يكون حاضر بنفس الوقت وبنفس الصفه وبنفس الشكل اللي غادي تحضر به الام، ولكن غيخصو يكون حاضر واخا هكاك واخا غير نسبيا. ولكن الا خدات الام على العاتق ديال الدور التربوي، خدات على العاتق ديالها ان هذاك الوليدات توري لهم اللي مزيان واللي ما مزيانش، تكلف بهم، تشوف الصحه ديالهم النفسيه الجسديه الى اخره، شكون اللي غيجي يديرها في بلاصتها؟ واش نقدروا نجيبوا شي واحد تعلم التربيه ويجي يربي في بلاصتها؟ هذا هو النقطه، علاش الناس قللوا من القيمه ديال واحد العمل اللي هو تربوي، اللي هو مهم ومهم بزاف، والاعتناء بالعائله اللي مهم بزاف، لان راه فيها تربيه اجيال، راه كتربي دوك اللي غيتبعونا، وقارناها بواحد العمل اللي في الاخر غادي نشوفوا شحال من واحد يقدر يديرها نلقاو بزاف، ولكن وليداتك راه ماشي بزاف اللي يقدر يربيهم لك. اذا للاسف تنقصات القيمه، ولاو الناس كيبان لهم باللي لا بحال غتضيعي حياتك الا كنتي ربت بيت، وهو لا خصو يكون اختيار، وكنأكد على هذه النقطه ديال الاختيار، لان ما خصناش نعيشوه كضحيه. كاين اللي كتجلس في الدار وكتقول لك ايوا بزز مني، ما عندي ما ندير، ما لقيتش لما نخلي الدراري، الا عشتيها كضحيه انت غتعذبي ودوك الوليدات غادي تعذبهم معك، ولكن الا عشتيها كاختيار، لا انا بغيت انني انا اللي نربي وليداتي، بغيت انا اللي نكون مع وليداتي الاغلبيه ديال الوقت، بغيت انا اللي نعتني بداري، بغيت انا اللي نكون كنعرف اشنو واقع في الدار ديالي. هذا راه اختيار، واختيار زوين ماشي بالضروره خايب. كاين عنده الايجابيات ديالو وكاين عنده السلبيات ديالو. الايجابيات راه باينه من ناحيه الحضور، من ناحيه الوجود ديالك في حياه وليداتك الى اخره، والسلبيات ديالو هو واحد النقص في الماده. الا كان هذاك النقص في الماده غادي تقدروا توازنوه بطريقه او باخرى في الحياه الزوجيه وفي الحياه العائليه، راه ما كاينش مشكل. المشكل الاخر اللي كاين هو بعض النساء كتقول لك وانا شي حوايج كنت عارفه راسي غنقدر نعطي فيهم، ما عطيتش فيهم، مثلا الخدمه ديالي كنت بقيت فيها كنت غادي نقدر نولي كذا، كنت غنقدر ندير هذه الحاجه. الفكره هي ان هذيك داك القدرات ديالتك كيفاش توظفيها، ما تخليش راسك ما كتوظفيهاش، وهنا غادي تقدري تلقاي باللي كتختاري تكوني ربه بيت وفرحانه باختيارك، او لا كتختاري تكوني عامله خارج البيت، وديك الساعة عاوتاني غيكون فيها سلبيات وإيجابيات، وعاوتاني غادي يخص توازنات. إذن المسألة مسألة اختيار، ومنين نختار ما نبقاش نسمع للناس بزاف. منين نختار نحاول أنني نعتبر باللي كل واحد عنده الحق في الرأي ديالو. وباللي رأيه يحترم، يقولوا لي وقراري يحترم. وقراري يحترم. زينب معنا من قنيطرة، أهلا وسهلا بك زينب. السلام عليكم ليلة الصباح. صباحك سعيد لالا. الله يبارك في الله. بالنسبه للقضيه اللي قلتو ديال الضغوطات النفسيه، والله شو انايا قبل ما نتزوج ما خدمتيش، علاش خدمتي هذه الخدمه؟ كاينه كتخدمي هذه الخدمه هذه مع العلم انني راه كنت ايسونسي وخدامه في حمام في كيسيار. لا علاش انت ماشي تزوج ولا ما كيجاز لا ما كيجاز في الدار، ورا الدار كتقنط وقت كديري شي حاجه وقت كتخرجي كيف ما درتي وحلا كيف ما درت
شي وحله مع الناس الله يجيهم الله يجيهم لينا والدينا وخوتنا وحبابنا وجيراننا وصحابنا الله يجيهم. ولكن الحمد لله انا فواحد الوقيته صراحه جاني واحد الضغط صعيب. انا دابا كنت كندير شويه الطرز وهادي وشويه الخياطه وديك الشيء قررت داك الشيء نوظفو خدمت في الدار في نفس الوقت كنربي وليداتي في نفس الوقت راني كم انا راجل ما كاينش كلمه كنقول ليه واش هو انايا تيقول لي وربي هذوك الدراري طبيعه حسنه يخرجوا للمجتمع مزيانين اي تكفيني صافي كتبرد عليا هذه الكلمه هذه كنبرد كنقول والحمد لله كومي. وثاني ملي كتلاقيتني مع اخوات مثلا ثاني خدامين كتقول لك مثلا وحسن عواني انايا وانا ما حاس بيا حتى شي واحد وانا مبقى وانا في الدار وانتم مرتاحين وكتنعس الوقت اللي بغيتي كنقول لها والله غير كتهضري راه بحالنا بحالكم بحالي ما خدامينش بحالي خدامين نفس الضغوطات كنعيشهم حيت عايشين في مجتمع واحد الحمد لله. غير الانسان خصو اللي جا مثلا قال لك شي حاجه خذي داك الشيء اللي عجبك من هذيك النصيحه ديالو ما عجبكش ديري ورا ودنيك الا بغيتي تمشي وتستمري في حياتك. ثاني النقطه الاخرى هو تيقول مثلا اللي بغى المراه تشرف يعطيها تصرف هذا ثاني جانب اخر مع الراجل كيقول لك هاكي وصرفي ليا مع راسك خذي راحتك هذا ثاني بوحده اخر هذاك العيشه كتولي خصك تخرجي المصاريف وما تقوليش لي راه تسالاو كيقول لك انا ما تفكري تنهار 26 في الشهر اجي ديك الساعه عندي امين صراحه كنقول لها المعيشه غلط راه هذاك الشيء اللي كنمشي هو دابا يزيدك شويه كيقول لك ودابا مزيان كنقول لها ودابا مزيان كتجي سيمانه اخرى عاوتاني كتزاد في الخضره وفي اللحم وكترجعي لعندو كنا كنوفروا شويه دابا بقينا كنوفروا والو انا كنت كنوفر شي شويه زعما هكا كتوقفي هكا في شي ضغط ولا في شي ضغط في شي مناسبه كتلقاي فلوس الكادو كتلقاي فلوس التصافيره كتجيك على فجاه كتلقاي داك الشيء ما تحتاجيش تقولي للراجل لا عطيني ولا خصك تعطيني هذا القدر كتقولي غير الله يعطيك الله يعطيك الخير الله يجازيك بالخير وانت كتكملي من داك الشيء اللي عندك كتقولي وانا عندي واحد البركه نقضي بها بلا ما نتحاشم مع ظروفي ومع هو ومع المهم. ولكن الصراحه لينا الله الله يوقف معنا امين امين زينب الله يوقف معنا والله الله يخرجنا خير في وليداتنا ونربيهم تربيه حسنه ونمشيو معاهم ان شاء الله يوصلوا داك الشيء اللي تمنينا اللي ما قدرناش حنا نوصلوا ليه يوصلوا حتى هما ان شاء الله ان شاء الله. مزيان تكلمت على واحد النقطه مهمه هذا تا هو ضغط كنت تعيشوا مرة ملي كتاخذ قرار انها تجلس في الدار اولا ما تجلسش ولكن كتربي ولادها وهذوك الدراري الا خرج داروا شي مشكل ماشي داكشي اللي كنا كنتمناو والله رزقنا الذريه صالحه اللومه كطيح على المراه انت اللي ما ربيتيش انت اللي ما عطيتيش الحق للدراري انت اللي فششتي انت اللي دسرتي هذا ضغط كبير حتى هو دكتوره هذاك ضغط كبير ولان من الاول بحال حنا ديما كنتظروا النتائج حنا صافي الا درنا واحد الحاجه خصنا بالضروره نوصلوا للنتيجه المزيانه وهي راه التربيه واحد حنا كنشوفوا كيقول لك هذا كيقول لك اوبليغاسيون دو مويان ماشي اوبليغاسيون دو ريزولتا يعني انا خصني ندير اللي عليا ولكن انا لست ملزمه بالنتائج لان باش يخرج داك الدري مزيان ما مزيانش كيف بغيتي باغي يقرا ما باغيش يقرا واحد الوقت ولا كيبغي حوايج اخرين تاثر لان في المراهقه غيتاثر مؤثرات خارجيه قبل من المراهقه دابا مع التليفونات غيتاثر مؤثرات خارجيه يعني وهي غطيح على اللوم غطيح ولكن هي اللي خصها تكون فاهمه وواعيه بلي انا درت اللي عليا وكيف ما حتى الاب الا كان دخل في التربيه راه حتى هو يكون دار اللي عليه واللي عليه المهم اننا نحاولوا عاوتاني هذا موضوع اخر الا جينا نرجعوا له اللي هو التربيه كاين واحد النقط اللي هي مهمه كنعطيو الامان كنعطيو الاستقرار كنعطيو الحب كنعطيو الثقه وكنعطيو الحدود خمسه د الحوايج الوالدين خصهم يعقلوا عليهم شو معنيتها معنيتها ماشي انايا هاد الدري كنقول ليه واحد جوج صافي انا والله حتى غنخرجك من الدار غنجري عليك انا كنحيد له الاستقرار والامان الحدود ما كنعطيهمش ليه الفشوش 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 ما كاينش لا ما كاينش لا ولدي هاد الشيء عيب اللي كدير ما كاينش لا ولدي هادي ما كدارش هادي الحب ما كاينش انت فاعل شوف الجار كيدير شوف ولد فلان شوف هذا انت والو انت ثقه انت والله ما عمرك ما غدير شي حاجه انت ما غتفروش ولا لا 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 ولدي خفت عليك انت ما غتقدش انت صغير انت كي انت شفتي هاد الاغلاط كامله التربويه حنا غنقولوا غنتفاداوها وهاد الام غادي تعطي بلاتي احسن واحد التوازن بين هاد خمسه د الحوايج وهاد الاب غيعطي هاد الشيء واش محيت غنعطيو هاد الشيء حنا متاكدين باللي هذاك الطفل غيتمر فيه هاد الشيء كله اذا هنا فين خص يكون واحد شويه الوعي واش انا عارفه راسي واش عطيت اللي خصني نعطي لوليداتي الا انا عطيتهم اللي خصني نعطيه كيبقى الكمال على الله سبحانه وتعالى انا كناخذ بالاسباب وكنطلق لان ماشي بوحدي انا هي المؤثره الوحيده على داك الطفل راه كاين
الشخصيه ديالو، كاين اشنو ورث، وكاين الطبع ديالو، وكاين المؤثرات، وكاين الوقت اللي هو تزاد فيه، وكاين بزاف ديال الظروف. اذا للاسف كيهبط اللوم على المراه، كيجي يقول لها ولدك دار، بنتك دارت، انت اللي ما عرفتيش تربيهم. ايوا شوف، اصلا من الاول اجي نتفاهموا انا وياك على الطريقه التربويه، احنا نتفاهموا على الطريقه ونشوفوا شكون اللي غيطبق، وديك الساعه راه حنا بجوجنا غادي نكونوا مسؤولين، ماشي حتى يكبروا الدراري ويجي يقول لي انت اللي ربيتي. ايوا هذا هو المشكل. ناخذ محمد معنا من مدينه مراكش. السلام عليكم محمد. اختي بخير، لاباس عليك؟ لاباس عليكم. الحمد لله. الحمد لله. تحياتي لكم. تحياتي لكم. مرحبا بك محمد، تفضل. من عند المنبر تنشكر جميع المراه. سيدي تحيه لك. وي فعلا، يعني الله يكون في العوان، المراه كضرب تما حقيقه. ايه واشي مزيانه. وكيقالوا منها، شكرا، منها زوجه ومنها ام، ومنها طبيبه، ومنها معلمه، ومنها كل شيء حقيقه الله تعالى. ايوا سيدي، الله يسمح لنا من مواتنا ويسمح لنا من حقيقه. وهادشي كنشوفه في الزوجه ديالي. منين تفيق هي مع الدراري، تفطرهم، تعجن، طيب الفطور، طيب الخبز، دير هادي، كتبقى من ذاك الصباح، من 6 الصباح وهي معاهم حتى تتنعس، وحق الله العظيم ما نكذب عليك. ودابا انا نسولك السي محمد، دابا انت كتشوف وفوق هادشي وكنبوس ليها راسها ونطلب الناس السماحات. انا نسولك واخا هكذاك المحدك السي محمد، تبارك الله عليك واعي بالدور ديال الزوجه ديالك، وكتقدرها وكتقدر المجهود ديالها، ولكن واش كتعاون؟ واش انت كتحاول تخفف عليها شويه؟ كتحاول تاخذ شي ادوار؟ نسيق الدار، هادشي امتلقاء نفسي. مزيان، قول ليها هي. شوف، لان شفتي السي محمد، دابا فوقتنا الحالي كيف ما قلنا الضغوطات كثرات ياك، وحتى انتظاراتنا لا بالنسبه لوليداتنا ولا كيفاش بغيناهم يكونوا، ولا ديورنا كيفاش بغيناهم يكونوا، كلها طلعت. داكشي علاش هي في الحقيقه في الاول المراه خرجت خدات ادوار زايده، ولكن الراجل ماشي بالضروره جا خدا الادوار اللي بحال نقولوا ما جاش فرق مع الادوار الاولى. وهادشي علاش ولا الضغط كثير على المراه، والراجل بحال كنشوفوا الادوار ديالو غادا وكتقلص. يعني مثلا حتى ديك التقضيه اللي كانت ديال الراجل في بزاف ديال لي كوبل ولات المراه اللي كتقضى، حتى ديك مثلا المعلم وجيب ودير وفعل وهز وحط، ولات بزاف المرات المراه هي اللي كديرو. عاد اضافه على هذا، الراجل ما دخلش خدا الادوار، واخا انا حنا ما كنقولوش بالضروره خاصها تفرق 50% 50% ولا اي حاجه انا كنديرها شي ديرها بالنص، لا، كل واحد على حسب القدرات ديالو، على حسب حتى شنو. مثلا كاين اب كتلقاه كيصبر على ولادو، كيعرف يقريهم، راه من الافضل هو اللي يدير التمارين مثلا، او يوقف عليهم او يشرح لهم، لان عنده واحد الهدوء اللي يمكن المراه ما يقدر يكون ما كاينش عندها. داكشي علاش الادوار ماشي بالضروره غنشدوا بالمسطره ونقسموا في النص. انت غتاخذ النص ديال الجفاف وانا النص ديال الجفاف، انت النص ديال الموعد، لا، الفكره هي دابا بحال مثلا سي محمد تبارك الله عليك يقدر يعاون في الامور ديال الدار، سواء التسياق او كذا، مرحبا، كتعرف ديرها، مرحبا، عاون. كاين واحد اخر كيخرج الوليدات، كيلعب معاهم، كيضحك معاهم، دير هذا الدور. المهم ان نعاودوا نعطيو ادوار للازواج. كل ما غادي الزوج يعاود يدخل لدارو والاب يعاود يشوف ادواره مع وليداته، كل ما بشويه بشويه غيكون واحد التوازن. محمد، اول حاجه كنشكرك وكنحييك، الله يخلي لك المراه ديالك والله يحفظكم بعضياتكم، ولكن هذه المساله ديال نخليو الراجل يدير الدور ديالو، كاين بعض الاسف شي رجال اللي يسمحوا لي راس قاصح. كتقول لك كاين راجل اللي غتعرف المراه كيفاش تتعامل معاه، واللي كيكون انسان سلس في حياته. وكاين اللي والو، واخا تعيا ما تهضر معاه، واخا حاولت ب 100 طريقه وطريقه، ولكن ذاك الانسان متعصب ما باغي يدير حتى شي حاجه. فانا كنقول لهاد الرجال الله يهديهم، لانه ما عرفتش حنا كيفاش دير باش تخليه يحس. شوف، انا اللي نقدر نقول لك هو انا كنشوف باللي الرجال اللي هما سلسين، اللي هما مرنين اكثر، اللي تقبلوا ان عندهم ادوار، وديك الادوار بالعكس كيوليو يعيشوها بالفرحه. كاين اللي ملي كيبدا يعيش مع وليداته وهذا كيقول لك والله العظيم انا عاد وليت كنعرف ولادي، انا فرحان بالدور ديالي. هذوك الرجال خصهم يدويو. شي دابا المشكل ديال بحال محمد، بحال محمد، لان شفتي دابا محمد الا كان جالس فواحد البلاصه وقال والله الا مسكينه مراتي خليتها شحال كتشقى شحال كدير، والله الله يحفظ لنا هاد العيالات، الله يعزهم. شي هي كلمه هكا طيبه في وسط الرجال،
ياك، وما يخافش ان غيقولوا عليه حاكمه دايره تحت الصباط الى اخره، داك العقليه كامله اللي كتمشي، ويقول هذا، يقولوا لي دابا انت كتعاون، نقول لهم انا كنعاون فادي وكنعاون فادي، والله العظيم الا مسكينه كنحس بها فريمون كترتاح، والوليدات وعشت هادي مع الدراري زوينه وكندير هادي معاهم، والله كنفرح. يولي كل واحد بحال شي شويه هو سفير ديال هاد، اجيو تاخذوا ادواركم. ولو غيديروا هذا الشيء غيكون تغيير عند بعض الرجال ماشي عند كل شيء، وداك المتعصب يقدر يبقى متعصب. نداء للرجال اللي كيعاونوا عيالاتهم، هضروا على هذا الشيء مع صحابكم ملي تكونوا في الخدمه. دابا راه بعض الخطرات كتلقاه كيعاون، ولكن فعلا ما تيقدرش، تيخاف من النظر ديال المجتمع، تيحشم فما تحشمش. فبالعكس هذا الشيء راه انا كنقول فيه حتى الاجر، مع الله والله لا فيه الاجر. شوف بالعكس راه يكون غير نقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم اللي كيقول لنا خيركم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي، يعني ان تكون خير الناس في الدار تكون معلوم المسؤوليه ديال الاسلام، لا علاقه مع مسؤوليه اي رجل دابا، ولو ما عرفتش فين ما وصلتي في المسؤوليه، ما يمكنش تكون عندك مسؤوليه نشر الدين في واحد الاطار فيه حروب، فيه مجاعات، فيه صعوبات، فيه فيه فيه, فيه, فيه. ورغم ذلك ملي كتشوفي بعض المواقف ديال المحنه، ديال اللي صبر على مراته، ديال كنبقاو كنتعجبوا، ولكن من هذا الشيء كامل بصح كل راجل غير يحس براسه بعدا هو يقتنع بشنو كيدير وبهذه الادوار، ويقدر يبدا ينشرها. ماشي عيب انه يقول انا كندير مع مرتي انا هذا. كنشوف واحد لاباج مثلا ديال واحد السيد في واحد من مواقع التواصل، عزيز عليه الكوزينه وكيطيب، كيقول لهم اليوم طيبت للدار ودرت هذه، وكيطيب طياب صعيب يعني رفيسه طيابتني اللي هي، وكيبقاو في بعض التعليقات ايوا انت هي دخلتي للكوزينه ايوا انت كذا، وكيبدا كيجاوب وكيقول بالعكس انا فرحان طيب لعائلتي، انا عندي هاد الحمد لله، انا كنفهم في الطبخ، انا قادر، انا بالعكس ملي كندخل كنطيب. يعني بالنسبه لي هذه قدوه زوينه. ملي نرجعوا عاوتاني للمتعصب، وحيت كاين نساء غادي يسمعونا اليوم وغتلقى راسها باللي راجلها لا حياه لمن تنادي، قولي اللي بغيتي، انا لا ما كنعاونش في الدار، بغيتي هكا بغيتي ما بغيتيش شغلك هذاك. وكاينين هنا انا كنقول للمراه انت نقصي على راسك، انت ما تحاوليش ان هذوك الادوار، لان غتبقى لك الادوار كامله، ولكن ما تحاوليش ان الادوار كامله تكوني فيها جايبه 20 على 20 في كل شيء في جميع المواد. كاين شي حوايج ما عندهاش اهميه كبيره، نقدر انا داري تبقى مرونه، ولكن من المهم مثلا انني وليداتي ياكلوا مزيان، نقدر انايا مثلا ماشي كل نهار كنصيق وكل نهار، ولكن غندير هذه الحاجه، نقدر واحد النهار نجيب كاع ماكله الزنقه ماشي مشكل، حيت انا عيانه ويلا جيت من الخدمه، ومن الافضل ندوز وقت زوين مع وليداتي حسن ما نبقى انايا معصبه وهما معصبين وكلنا منيرفين باش نحطوا داك العشاء. يعني اللي بغيت نوصل لك ان بعض المرات المراه ما غاديش تلقى هذاك الشريك اللي بغات، وماشي بالضروره غتبغي تفارق، لان ماشي ما لقيتش الشريك معني تاجي نتفارقوا، ماشي ديما ممكن وماشي ديما هذاك هو الحل. اذا تخفف على راسها، تخفف على راسها. ناخذ ايمان من بني ملال. السلام عليكم ايمان. السلام عليكم اختي، كي دايره؟ لاباس عليك؟ لاباس عليك، مرحبا بك على اصوات. ربي يخليك اختي، بارك الله فيك. تفضلي ايمان. الحمد لله ايمان، لهلا اختك. الله يحفظك اختي، شكرا، بارك الله فيك اختي. الله يجازيك بخير. بغيت غير نقول لك عافاك على حسابي هذا الموضوع ديال الضغط النفسي ديال المراه. انا ما نكذبش عليك، انا متحمله المشاكل كامله ديال وليداتي، ديال التربيه، ديال المصروف، ديال كل شيء محملها على راسي. فهمتي؟ الزوج ديالي يعني ما كيعرفني حتى شي حاجه، ما كيعاونني في التربيه ديال الوليدات، ما كيمشي يصايب لهم مثلا خطط شي ورقه ولا شي حاجه يمشي يصايبها، او مثلا يدي لك الوليدات المدرسه. هذه بالنسبه فاش كيكون في الدار ما كيكونش خدام. هو اليومات الاولى فاش كان خدام كنت كنقول ماشي مشكل السيد راه خدام وهذا خصني انا نقوم بهذا الدور، يعني ضروري خصني نقوم به، ولكن منين كيكون جالس يعني ما كيدير معايا حتى شي حاجه، مش ما كيعرف معايا حتى شي حاجه، غير اون فوا كينوض الصباح كيفطر كيدير هذاك الشيء اللي باغي يدير، كيمشي للقهوه النهار كله حتى العشيه. يعني ما كتمنوع تهضري معاه شي حاجه ولا تقولي ليه دي هذا الوليد هذا ولا جيب لي هذا حاجه خاصه، يعني ولا ممنوع صافي كيخرج راسه هو من المسؤوليه كامل. يعني ملي كتقولي ممنوع يعني كيرفض هكذا بصحيح العباره، ولو تكون واحد الحاجه اللي هي واضحه مثلا راه الوليد خصو هذا نقولوا عقد ازدياد مثلا، واش ممكن الله يخليك تدوز المقاطعه تجيب له هذا العقد مثلا هكذا، واخا يكون امر واضح وحاجه وحده تطلبيها منه حتى هي كيرفضها.
كيقولت انا ما عارفش هذاك الشيء وما كنفهمش، يعني انت عارفه في هذاك الشيء غير سيري تحملي المسؤوليه ديالك وسيري جيبي ليهم انت. ولا قلتي ليه لا ما غاديش يمكن لي راه عندي بزاف د الحوايج ما نديرو هذه الحاجه زربانه غير عافاك حاول؟ كيقول كان عندي شغل عندي ما نقدي غادي نمشي لهاد البلاصه، ولو مثلا يكون غادي يمشي عاد يجلس في بلاصه دائما كيلقى لك العوده. والمشكله دابا هاد الايامات الاخيره ما خدامش، وهذا دابا ما تكلمنا ما بقاش شي نقاشات داروا بيناتنا، يعني مشى دابا اساس ليا المسؤوليه لا ديال المصروف ولا ديال التربيه. يعني مني تناقشتي معاه ولا حتى المصروف ما كيصرفش؟ حيتاش انا اصلا ما كايناش معنا دابا، ساكن غير مع مالي الدار ساكن مع دارنا انايا. واخا دابا دارنا هما اللي متحملين المصاريف ديال هذاك ديال الوليدات وديال كل شيء، وان هذا الشيء انا اختي اثر عليا بزاف النفسيه ديالي، يعني ما بغيتش هذا الشيء هذا كيألمني بزاف، يعني كنلقى راسي بلا وليداتي الا خصاتهم شي حاجه وخصني نطلبها من الوالدين ديالي ما نطلبهاش من راجلي. للاسف شوف شنقول لك لا ايمان، هنايا الواحد ملي كيكون الراجل ديجا رافض بزاف ديال المسؤوليات الثانويه، حنا غنعتبروها ملي كنقول ثانويه ماشي معني حتى ماشي مهمه، ولكن كاين الاولويات في الحياه، والاولويه هي ان الزوج ديالك يخدم ويصرف على وليداته. كنظن هذه من بين النقاط اللي مهمه، يعني حتى الواحد الا كان غادي خصو يهضر على شي حاجه يهضر ديما على المهم وعلى الاولوي قبل ما نهضروا على المواضيع الاخرى، واش غيجيب لك ورقه ولا ما يجيبش ورقه ولا هادي. اذا كنظن من المهم ان كيف ما كان النقاش اللي بينك وبين راجلك تجلسي معاه وتقول له شوف اي حاجه حنا نتناقشوا عليها نتخاصموا عليها هذه امور كتوقع، ولكن انت الاب ديال هاد الوليدات، انت مسؤول عليهم ماديا، انت مسؤول عليهم في صحيحتهم في شي حوايج اللي راك انت الاب ديالهم. الله يخليك تغضب عليا تخاصم معايا ما نتهضروش انا وياك داكشي كل حاجه، ولكن المصروف ديال الوليدات هذاك راه مسؤوليتك، حاولي بالتي هي احسن. الا كاين الا تصنت لك مرحبا، لان كيبقى خص الواحد عاوتاني تحط قدام المسؤوليات ديالو. الا كاين ربما ناس اللي كيتصنت لهم مثلا الا كان الاب ديالك يقدر ياثر عليه بشي طريقه الا كان كيحترمو، او الا كان الاب ديالو كيحترمو ويقدر ياثر عليه. هنا من المهم ان الامور على الاقل على الاقل الامور المهمه تبقى، لان ماشي الا كان الزوج ديالك ما مريض ما الله يحفظ عنده شي اعاقه واللي كتمنعو انه يخدم، ما كاين بعض المرات كيكون الله يحسن العوال الانسان عنده واحد الحرفه ولكن ما لاقيش نهائيا الخدمه، واخا هكاك الواحد كيف ما كنقولوا حنا المغاربه كيبريكول، يعني ضروري كيدير شي حاجه. ولو هكاك حنا نقولوا الى هذا الشخص ما عندوش شي مانع اللي كيمنعو 100% انه يخدم، راه واخا هكذا كتبقى هذه هي المسؤوليه الاولى ديال الانسان في الحياه. وما كان ولد وليدات الا اننا خصنا نهزوهم ماديا بغينا ولا كرهنا. اذا حاولي معها ايمان بالتي هي احسن، حاولي ان ما تدخلوش في الخصومه، حاولي ان ما تجيش بداك انت ماشي اب انت ماشي مسؤول انت ماشي فاعل انت كذا، لا تحطي الموضوع شوف هذا انا يا بغيت نهضر معاك على المسؤوليه ديالتنا مع الوليدات، انا راه مكلفه بهم بزاف د الحوايج ولكن راه ماديا راه ما يمكن لياش، راه خص انت الاب ديالهم زعما يكون مزيان ترجع لمسؤوليتك مع وليداتك. شكرا لك ايمان. من بين الرسائل ديال الاخوات تيتكلموا على واحد الضغط اللي فاش كتكون المراه عايشه مع عائله الراجل، هذا ضغط عاوتاني بوحدو خصوصا الا كانت العائله ديال الزوج كتحكم شي شويه وكتدخل في التفاصيل. كنشوف شابات اللي كيتواصلوا معايا عبر الفيسبوك 28 27 30 32 سنه تيعيشوا واحد الضغط رهيب حيت مضطرين انهم يعيشوا مع العائله ديال الزوج لسبب من الاسباب. كاين اللي بعض الخطرات كيكون مادي وبعض الخطرات كيكون غير معنوي. كاين اللي معنوي، كاين اللي بعض المرات كيخص داك الزوج يبقى مع والديه، يمكن هو الواحد الوحيد اللي كاين في مثلا في المدينه او في هذا وكيخصو يعيش مع والديه. هذه امور اللي تقدر تكون المشكل ديال هاد الضغوطات هو عاوتاني العقليات اللي كتكون عايشه بها هاد العائله. الا العائله كتعتبر بلي هذاك ولدها وهذيك مراته وعندهم كيان وعندهم حياه وبلي راهم غير عايشين مع بعضياتهم راه ما كيكونش مشكل، ولكن الا هذيك العائله كيعتبروا بلي داك الولد ديالهم ومراته حتى هي ديالهم وبلي هما خصهم يكونوا هنا باش يديروا لهم داكشي اللي هما خصهم وما كياخذوش بعين الاعتبار الاحتياجات ديالهم، هنا كيوقعوا المشاكل. هادشي علاش من الاول فبحال هاد الظروف هادي من الافضل ملي كتكون الراجل وغايقول لمراته انا غادي نسكنوا مع والديا، خصهم يحطوا اشنو اللي غادي نديروا مع الوالدين، شنو هما الادوار ديالي، شنو هو الدور ديالي انا غيكون في هذيك الدار، نتايا شنو هو الدور ديالك في هذيك الدار. خصهم يفهموا باللي كيفاش غيدخلوا في هذاك الكيان، ولا شافوا باللي الامر ما يمكنش راه بعض المرات كيتفضل ان الواحد يتفرق.
نحل الافضل لان زعما يعيشوا بوحدهم ما يبقاوش عايشين مع الوالدين. فاش تكلمنا على الراجل اللي كيعاون الزوجه ديالو باش المراه ما تبقاش عايشه في الضغوطات، كاينين بعض الاخوات اللي قالوا لي كان راجلي كيعاونني ومن بدا كيسمع الهضره من العائله ما بقاش علاش وما عرفت كيفاش ندير ليه. كاين اللي كتقول لك لا راجلي كيعاونني وكيسمع الهضره وتيحشيو له الهضره العائله ملي تيكون، ولكن متى يستمر محيط الشخصيات كتختلف. يا كاين شخصيه اللي قويه غنقولوا غنقول اكثر متوازنه اللي كعارف راسو اش كيدير كياخذ قرار وكيتحمل مسؤوليته في القرار. قولوا نتوما اللي بغيتوا هذاك رايكم، انا راجل كنعاون مراتي وانتهى الموضوع. كاين اللي شويه كيضطرب ملي كيبدا يسمع هكاك، ولكن بالنسبه للنساء وهذه غادي نقولها لكاع النساء اللي محطوطين، وحنا بزاف كنظن عيالات محطوطين في هذه المواقف هذه، هو اول حاجه بدا يطلبي من راجلك داكشي اللي بغيتي. حنا بزاف د المرات كتقول لك المراه راه باينه، راه باينه خصو يدير هاد الحاجه، راه باينه كيشوفني انا كنطير مع الدراري وكنجري بين الطياب وبين هادي وهادي وراني مكان. لا، اطلبي داك الحاجه اللي انت بغيتي وتكون محدده وبهدوء. مثلا ومعلوم بهدوء، ماشي غنجي نغوت انت ما كدير والو راه ديك الساعه يقول لك انا ما باغيش ندير يلا نوليو فليكس. لا، غادي نجي غادي نقول له مثلا الوليد جالس خاصو اللي يعاونو في التمارين او اللي يشرح ليه التمرين، المراه غاديه بين الكوزينه وبين داك الدري ومعصبه ومقلقه وكاتب كيبان لها راجلها جالس مع التليفون، هي اش كتقول مع راسها؟ كيشوفني وفاهم الوضع وكيدير راسو ما شافنيش. كوني متاكده ان ما شافك ما رد البال الوضع، راه هو مخشي في التليفون والله ما عاقل عليكم. يعني علاش كنقول هذه النقطه؟ لانه يقدر يكون تركيزه كامل على داكشي اللي كيشوف. غادي تجي وغتقول له الله يخليك عافاك انا راني مبرسطه بين هنا وهنا، راه الوليد محتاج انك تشرح له التمرين، واش ممكن نشرح له التمرين؟ في الغالب غيقول اه. كاين بعض الرجال قلناها متعصبين غيقول لا 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 انا ما نديرش. للاسف الا كان هذا راجلك اش غادي نقول لك؟ بون هذاك موضوع اخر، ولكن في الغالب باش نكونوا واقعيين راه في الغالب غيقدر يبغي يعاون، غير هو من يجي يعاون ماشي انت تجي وتحضيه ما عاونتيش مزيان ما درتيش ليه ما فعلتيش، ولا مثلا نقول له دير شي حاجه في الدار نقول له ما كتعرفش ديرها مزيان، لا من بعد نقول له شكرا لا لا يخطك على وليدنا نعطي قيمه لداكشي اللي دار علينا. الله يحفظك بارك الله فيك، ومره اخرى نعاود نطلب حوايج اخرين. وحتى داك اللي كان كيعاون ما بقاش كيعاون عاودي طلبي منه امور بسيطه، عافاك دير لي هذه، عافاك تمشي تجيب الوليدات، عافاك دير هذه الحاجه لا لا يخطك علينا شكرا بارك الله فيك الله يرحم الوالدين، ما فيها باس باش هكذاك حتى هو كيعاود يرجع بشويه بشويه لذاك العوين. والله يرزقنا الصبر، اللهم والله يخلي فعلا انه الازواج نشوفوا في بعضياتنا بعيون الرحمه، راه حتى ربي قال لنا الموده والرحمه وهذا جزء من الرحمه اننا كنرحموا بعضياتنا في التفاصيل ديال حياتنا اليوميه. شكرا لك دكتوره فدوى السعداني، قلتي بزاف ديال الحوايج زوينين، انا غناخذ منهم واحد الحاجه، تنقول كل مرة تخفف على راسها، لأنه يعني ملي كنهزو أكثر من طاقتنا فعلا كتجي واحد الوقيتة خصك تحطي كل شيء داك الأتعاب اللي هزة فوق ظهرك وترتاحي، ومدبرها حكيم والحياة تستمر في كاع الحالات. كنتمنوا غير الصحة للجميع. شكرا لك دكتورة فدوى السعداني المعالجة النفسية والجنسية. للتواصل معك دكتورة فدوى السعداني الرقم المهني 06-58-81-67. ونتلاقاو إن شاء الله قريبا، عيد مبارك سعيد. الله يبارك فيك علينا وعلى جميع المستمعين ومستمعات أصوات. الله يكبر بك.